السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. يقول الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. تلك سنة الله في خلقه، اختلاف الألسنة والألوان وتفاوت العقول والمدارك وتباين زوايا النظر، اختلاف تنوع وثراء، يفترض أن يكمل بعضه نقص بعض، وأن يسهر العقلاء فيه على تركيز الجهود في دائرة المسلمات الكلية المتفق عليها، وفتح القلوب لتقبل الخلاف في دائرة الجزئيات المختلفة فيها. وفي واقع علت فيه أصوات الخصومات الفكرية والصراعات السياسية على صوت العقل والحكمة، وضاعت فيه مسلمات الكثيرة في أتون معارك لا تتوقف في قضايا جزئية صغيرة ملأت الدنيا وشغلت الناس، تبرز الحاجة ماسة إلى بناء آلية صحيحة للحوار والتفاهم. فما هو مدى قدرة الحوار البناء على تحقيق ذلك؟ وما هي أهم المبادئ التي يجب أن يتأسس عليها ذلك؟ مشاهدينا الكرام، موضوع هذه الحلقة من برنامج رسائل هو أدب الحوار والاختلاف. ضيوفنا في هذه الحلقة كل من الشيخ محمد محمود، ناشط في جمعية سيوة بناء الوطن ومسؤول الثقافة في فرع جمعية سيوة بناء الوطن في نعمة سابقا، طبعا الشيخ المختار محمد نوح أيضا ناشط شبابي، ومحمد عبد الرحيم مدون ومحاور جيد أيضا. نبدأ على بركة الله. أستاذي الشيخ محمد محمود، احنا دائما نطرح السؤال: لماذا نختلف؟ لماذا بعد قاعد تختلف الناس؟ إذا كان هذه رواية طبيعية أن يعني يحصل في خلاف، يمكن أن نختلف بدون أن قدر نختلف من دون الدايقو كما يقول. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاختلاف سنة كونية، فالله عز وجل ذكر في الآية التي قرأتها: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف من حيث هو ليس مذموما، وإنما ينظر إلى حالته، فتارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. والاختلاف من حيث هو له أسباب، وهذه الأسباب أهل المتخصصين يقسمونها إلى نوعين من الأسباب: أسباب خلقية وطبيعية وراجعة إلى الإنسان من حيث ذاته طبعه، والنوع الثاني أسباب خارجية مثل أسباب فكرية، أسباب سياسية، جيولوجيا. فأولا الأسباب التي هي خلقية في الإنسان، منها أولا الغرور، يكون الإنسان يغتر بنفسه، هذه من الأسباب الخلقية، يغتر بعلمه، بقدراته وبنفسه. وهذا النوع ذكر الله عز وجل قسما منه. أول خلاف وقع في هذا العالم ما وقع بين إبليس وآدم، فهذا اختلاف غرور. فإبليس قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا كان مثلا الاختلاف سببه طبع، معناها ما طبع عليه إبليس من الغرور. وكذلك من أسباب هذا الخلاف، من أسباب الخلاف الطبيعي الذي جبل عليه بعض من الناس، هو ما يتعلق بحب أن يكون الإنسان تحبب إليه الشهرة والصدارة، وأن لا يرى لغيره مجالا، مثل ما وقع لفرعون، كان يقول: ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا احتكار للرأي واحتكار للحق، يظن أنه هو كل شيء وأنه ينبغي أن يكون المقدم. كذلك أستاذي، لو سمحت لي أن نرجع للسؤال الحقيقي، هو لماذا نختلف؟ يعني طبعا قلتم أنه سنة كونية، الخلاف هو سنة كونية، لكن نحن كمسلمين والله كأصحاب فكرة واحدة متقاربة، لماذا الاختلاف؟ هل الاختلاف رواية طبيعية أن عودانا وأنتم مختلفين رغم أن أخوت، رغم أن نؤمن بنفس الدين، رغم أن ربنا واحد رسولنا واحد صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن نختلف أشياء جزئية؟ لماذا نختلف؟ بالنسبة لي
الاختلاف نوعين، خالق اختلاف على الجزئيات وخالق على الكليات. من المسلم أن المسلمين عندهم كليات لا بد أن يكونوا متفقين عليها، وما يتعلق بذلك ما يتعلق بغير الكليات مثلا مثل الجزئيات فهذه لا بأس أن يكون فيها خلاف. في الكليات مثلا المسلمون لا بد أن يتفقوا على مصادر مثلا الوحي، أن ما يسمى بالدليل لا بد أن يكون مصدره الكتاب أو السنة، كذلك لا بد أن يتفقوا على أركان الإسلام، متفقين على في أصول ليست مجالا للاختلاف، والناس يتفقون عليها. أما المسائل التي يحتملها الخلاف مثل الخلاف في المسائل الفقهية، فهذا مثلا مسألة عادية، حتى ولو وصل كذلك إلى مسائل العقائد التي ليست من باب الأصول. فنجد مثلا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في شأن العقيدة، فعبد الله بن عباس كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، عائشة كانت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. جميل. وكانوا يختلفون، ولكن لم مثلا يصل هذا بهم إلى أن تقع التصنيفات، وأن يقال عائشة وجماعتها أهل مانع الرؤية. جميل. وابن عباس وجماعته أهل الرؤية. فلذلك كذلك الصحابة في عهدهم اختلفوا في مسائل فقهية، مسائل سياسية أيضا. غزوة بني قريظة لما خرجوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، بعضهم صلى العصر في الطريق وبعضهم صلى هذا مثلا فهم اختلفوا في فهم هذا النص. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على فريقين كانوا على صواب، والاختلاف في هذا النوع من المسائل محمود، بل معناها جائز شرعا، بل تارة يكون رحمة. فالعلماء يقولون أن الاختلاف في مسائل الفقه رحمة وسعة. وكان الشافعي رحمه الله يقول ما أحب أن أصحاب محمد اتفقوا في المسائل الفقهية، فلذلك تبقى هنالك سعة إذا سلك إنسان هذا المذهب أو هذه الطريق يكون على له نصيب من الحق. وهذا ما أصل له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ كان له أجران، وإذا اجتهد فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. فالمسائل الفقهية المسائل هذه مثلا لا خلاف فيها لا حرج فيه. جميل. وعادية مثلا وليست أكبر. جميل. هل نحن في سؤال آخر، هو متى يكون الخلاف رحمة ومتى يكون عذابا؟ السمات التي تجعل الخلاف يتحول من خلاف رحمة خلاف سعة إلى خلاف عذاب بسبب البغضاء والشحناء التي يؤديها. هنالك مدعمات يذكرها العلماء على أن الخلاف حتى يكون رحمة لابد أن يكون أولا ليس مبنيا على الهوى، وعلى أن الإنسان مثلا له حظ مثلا يريد أن يفرض مسألة ما بهواه أو يتبع هواه في هذه المسألة، وإنما نقاشه للمسألة مبني فقط على البحث عن الحق. جميل. ليس مثارا للتعصب. جميل. كذلك من هذه المدعمات التي تجعل مثلا الخلاف، أنا أول شيء يكون الخلاف يكون بحث عن الحقيقة، حق بعد يكون إنسان يكون متجردا، حوار بحث عن الحقيقة، حق بعد يكون إنسان متجردا فلا يبحث، ومثلا لا يأتي للإنسان الذي يحاوره ويريد أن يقول له أن ما عنده هو الحق فقط. ولذلك القرآن أرشدنا إلى نوع من هذا، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، معناها يطرح الاحتمالين، حق احتمالين معان من المعلوم شرعا والعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عنده الحق، لكن قيل له أن يقول لقريش وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كذلك لا بد لي من مدعمات الاختلاف حتى يكون إيجابيا ومقبولا ألا يكون هنالك غلو، معناها إذا خالفني شخص ألا أشنع عليه ولا أجرحه ولا، هذا من المسائل التي تعين على أن يكون الخلاف رحمة. وكذلك حسن الظن بالآخرين، أن يكون الإنسان يحسن الظن بالآخرين ولو خالفوه. فمالك بن أنس، هذا لحنا في قضية مسبقا قبل ما تدخل في الحوار، والله النقاش والله الجدال لفك أشفار والله شفرات الخلاف اللي بينك مع محاورك، أنك تدخل أولا بنية سليمة
بصدق أنك تبحث عن الحقيقة، أنك تبحث عن تهديه هو إلى الحقيقة ويهديك هو الحقيقة، حتى لو كان خصمي هذا عنده الحقيقة يكون مستعد أولا قبل ما أبدأ الحوار. نعم، ولذلك يقولون أن مالك بن أنس رحمه الله كان يقول: ما رأيت مؤمنا إلا وظننت أنه خير مني. معناها لا بد الإنسان أن يعود مثلا عنده حسن الظن بالآخرين ولو اختلفوا معهم. كذلك الإنسان مثلا في لا بد أن يكون لا بد أن في خلافه مع الآخرين، في الاختلاف الذي هو مبني على الرحمة، أن يكون الإنسان أن يعتبر أن رأيه صواب في نظره هو ويحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ في ظنه هو ولكنه يحتمل الصواب، يحتمل أن يكون عند غيرك الحق فلا يعميك عنه كونه عند غيرك. هذه جميل جدا. أيضا سؤال آخر هو الفرق بين الخلاف الفكري والسياسي والفقهي، في خلاف الجانب الفكري، في خلاف الجانب السياسي، في خلاف الجانب الفقهي. بالنسبة للخلاف، التفرقة بين هذه العناصر الثلاثة، فالخلاف في المسائل الفكرية يرجع أساسا إلى مثلا ما يسمى بالعاملين للإسلام، فقد يختلفون معناها مثلا في طريقة العمل، في طريقة عملهم. جميل. فيقالوا هذه المدرسة الفلانية وهذه المدرسة الفلانية. والخلاف المذهبي راجع أساسا، الخلاف الفقهي راجع أساسا إلى المذاهب، تعدد الطرق، إلى تعدد المذاهب التي نشأت قديما، وهي كذلك كانت وهي ضرورة ولا بد منها، لأن الناس أغلبهم عوام ولا بد لهم أن يتبعوا عالما من العلماء. والاختلاف الذي هو واقع فيها لا يسمى خلافا مذموما، بل هو خلاف تارة يكون محمودا ورحمة. فلذلك إنما يكون مذموما إذا كان يؤدي إلى التعصبات وإلى مثلا كل جماعة تحتكر الحق عند نفسها، تعتبر أن ما عندها خطأ، هذا مثلا، وتعتبر أنه لا يصلح لهذه المنطقة إلا قول فلان أو مذهب فلان. فإن الله عز وجل إنما أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل اختار علماء فهموا هذه الشريعة، والعوام كلهم قابضين نفس المصدر، عندهم أدلة من نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهمهم إنما يختلفون في فهم هذه الأدلة، فكلها مذاهب صحيحة، وليست مشكلة في أن يختلف الناس هل يأخذون من هذا المذهب أو يأخذون من هذا، ولكن المشكلة في التعصبات، أن يرى الإنسان أن المذهب الفلاني هو الذي يصلح وغيره ليس بصالح. كذلك يدخل فيه نوع من الخلاف في ما يتعلق بالسلوك، كالتصوف، نظرة الناس، فمن الناس من يرى أن من يرمي التصوف بكل ما فيه، ومن الناس من يأخذه جميع عجاره وبجاره، ومن الناس من ينظر إليه فيأخذ ما هو صواب وما هو. لنا عودة لهذه القضية، لهنجس هو الشيخ. شيخ، عندك كثير من شبابنا، كثير من شبابنا للأسف فكرة الحوار، التقريب بين وجهات النظر، حتى دخول في الحوار قاعد أصلا ما مقتنع بأهمية الدخول في الحوار. أنا للنظرة العنجانية هنا قفل علي صندوق الأسود وأحتفظ بالفكرة ولا أشارك الآخرين في فكرتي، حتى نشر الفكرة قاعد ما مستعد إنه يحدث الآخر حتى يعرف الفكرة صحيحة أو غير صحيحة. شنو هي أهمية الحوار لتقريب وجهات النظر مختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أولا نشكر قناة المربع بطون هذه الاستضافة الكريمة واهتمامها بمثل هذه المواضيع وجعلها في مسطرتها البرامجية مساهمة في بناء المجتمع وتطويره. بداية الحوار إذا ما أردنا أن نعرفه لغويا، فهو من الحوار في اللغة تعني الرجوع، ويتحاورون معناها يتراجعون الكلام. والحوار مسألة ضرورية ومتحتمة واقعيا، فالحوار يبدأ من أصغر وحدة في المجتمع اللي هي الأسرة. جميل. ثم إلى حوار بين الأم والأبناء، تماما.
ثم الحوار بين في القبيلة وفي المجتمع، ثم الدولة، ثم الحوار على مستوى الأمة الإسلامية. إذن هو حالة ضرورية ولا بد منها، وأهميته وفوائده كثيرة، لا يمكن لنا أن نستغني عنه بجميع الأحوال. جميل جدا. بالنسبة للسؤال، هل ما هي السبل والوسائل التي تقارب بين الآراء الشباب والله المتحاورين؟ نعتقد أنه مبدئيا يجب على المتحاورين أن ينطلقوا من منطلق يجمعهم. جميل. مثلا أن ينطلقوا من لغة واحدة، معناها نبحث عن النقاط المشتركة بيننا. تمام. قبل ما ندخل في النقاط. تماما. كذلك أن يكون هناك أيضا منطلق يجمعهم مثل اللغة. مثلا أنا إحنا مادة تتحاور، واحد يتكلم فرنسي وآخر يتكلم عربية، هذا مبدئيا هذا مسألة مرفوضة. وأحيانا تحدث في الحوارات، تجد أن الحوارات لا تجمعها لغة واحدة، وهذا من ما يعوق الحوارات. مسألة أخرى أن يكون هناك هدف. عود الحوار عنده هدف نطرحه بداية الحوار قبل ما ندخل. عود فهم هدف. المقصود من الحوار هو أن نصل إلى قيمة، إلى هدف معين. ما هو القصد منه أن نتحاور فقط أو أن نتجادل؟ وكذلك أن يكون هناك احترام متبادل بيننا، بمعنى أنني أنا أحاورك أنت ونراجع بعض الأفكار والقضايا من أجل أن نتوصل فيها إلى نتائج، دون أن ينقص واحد منا من رأي الآخر أو أن لا يحترمه. هو الأمثلة على ذلك كثيرة في قضايا الحوار. مثلا احترام رأي الشخص، نذكر مثلا الحديث الذي رواه ابن ماجه عن الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنه يريد ارتكاب الفاحشة الزنا، فقال له فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن ينتهروه أو أن يتهجموا عليه، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بهدوء: هل تحبه لوالدتك؟ فقال له لا. قال له: كذلك الناس لا يحبه لأمهاتهم. تحبه لخالاتك؟ كذلك الناس. قال له لا. قال له: كذلك لا يحبه الناس لخالاتهم. حتى وصل به إلى عمتهم إلى آخره. إذن نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاور الرجل بطريقة هادئة دون أن ينقص من وجهة نظره، حتى وإن كانت تدعو إلى الفحش. جميل. معناها قبل ما يوضح له عن روايته. تماما. خاطئة. تماما. بدأ بشيء هو مقتنع به. تماما. شيء مقتنع أنه لا يرضى بالزنا لأمه ولا يرضى به. تماما. بدل أن تقول الشخص أنت مثلا شخص ساقط أو ملعون أو لا، هذه كلمة لا تستحق النقاش أو ما شابه. إذا احترام وجهة نظر الآخر. لذلك يقولون دائما من أجل أن تقنع الآخر تحول معه إلى زاويته ثم قله معك. تماما. وهذا المثال حي على هذه المسألة. نذكر مثلا كذلك، نذكر قرأت قصة على أعتقد لأحد المواقع، قصة طريفة فيه مدير شركة عنده عاملين في مصنع، أحدهما عامل جديد لكنه مثقف، شاب مثقف ويفهم في جميع القضايا، وعنده عامل قديم ويعرف أمور الشركة كاملة. ذات مرة فكر الشاب في أن يطور الشركة وأن يقترح الفكرة فيها تطور من إنتاجها وتزيد منه. هذه الفكرة لأنها ربما تحتاج إلى مخاطرة. المهم عرضها على المدير وقبلها منه وطبقها. ولما أراد أن جاءته ظروف طارئة وأراد أن يذهب، من انتهى وقته وأراد أن يذهب، فدون الطريقة التي طور بها الوسائل. جميل. وتركها للشيخ. جميل. ولكن لما جاء الشيخ طبقها بطريقة خاطئة وترتب على ذلك أخطاء. جميل. المهم خلاصة القول، على أن حينما أراد المدير أن يحاور هذان العاملان، العامل ناداهما، فالنادى الأول الشاب، توقع الشاب منه أن سوف يشتمه هو ويقول له أنت خربت كل شيء وأنت فعلت كل شيء، فأجلسه وقال له: كيف حالك يا فلان؟ ما هي صحتك؟ ما هي كيف الأمور؟ ثم بدأ يحاوره شيئا فشيئا وقال له: هل تشرب شيئا؟ فبدأ الشاب يركز يمشي بتفكيره عن مسألة الدفاع. هو كان يحاول أن يفكر في حالة يدافع فيها عن نفسه. بدأ وين يغفل عن هذا الجانب قضية الدفاع. واضح. ثم بدأ المدير معه شيئا فشيئا حتى أقنعه. نعم. جميل جدا، الفكرة وصلت. سنواصل إن شاء الله في هذا الحديث الشيق.
عن مبادئ التي ينبغي أن يتأسس عليها الحوار اللي نحتاجه، ودور الحوار بين الأفراد والمؤسسات والحوار المجتمعي في صناعة مجتمع متطور حقيقي، مجتمع ينهض بهذه الأمة، ودوره في تغيير الواقع إن شاء الله تعالى. لكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.